السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا شباب. النهاردة إن شاء الله بإذن الله المحاضرة السابعة لينا في كورس الأنريل إنجن. هنعمل كونسبت زي ده كده، تلج وشجر، وهنستخدم الهيدرو دروب، وهنستخدم السكاي العادية، وأنا جبت ملف سكاي هيدر هنستخدمه إن شاء الله في درس النهاردة. هننشئ الأول ملف بتاعنا، هنسميه وركشوب 7، ونعمل كرييت. بعد ما بيشتغل معايا الملف زي ما احنا عارفين، اول حاجة بنعملها بنحذف كل الاسيتس واللايتس اللي موجودة في السين، وادوس على اول واحدة وديليت، يس اول، وعلم على دول كمان وديليت. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي الانفورنمنت عندي بقت فاضية خالص. هروح الاول للايبك جيمز على الماركت بليس، وهاجي في السيرش واكتب تري عشان احمل الكونسبت بتاع التري التلج اللي انا هستخدمها. طبعا اول ما بيظهر معايا بروح في الماكس برايس وادوس فري، ظهر معايا الكونسبت ده. هحمل شكل الشجر ده بالذات، انا محتاج منه اللي هو التلج زي ما انتوا شايفين كده. هعمل اد تو بروجكت، وهختار ملف البروجكت بتاعي وهعمل اد تو بروجكت. طبعا عشان ما احمله قبل كده فنقلهولي على طول في الملف بتاعي، لكن لو انت مش محمله لازم هتعمل داونلود الاول. لو فتحت الكونتنت درور ظهر لي بالشكل ده زي ما احنا شايفين، في فولدر اسمه ميشز، في فول وهاف وسمول. زي ما احنا شايفين كده شكل الشجر بالشكل اللي احنا شايفينه ده، زي ما احنا شايفين كده ده الشجر العادي، وفي في الاكزامبل كونتنت في الوينتر في الميشز شكل الشجر اللي هو عليه تلج زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وده اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله في محاضرة النهارده. نخرج منها وهنروح لـ Edit Plugins، وهنفعل الـ Volumetrics الأول علشان أقدر أعدل شكل السحاب، وهختار برضو الـ Hydro Drop تمام، وهعمل Restart Now Save Selected. كده الملف بيعيد تشغيله تاني بعد ما اشتغل معايا. أول حاجة هقفل النافذة دي، بعد كده هقفل برضو الابيك، وهبدأ بقى دلوقتي ان انا انشئ الملف بتاعي. بس زي ما احنا عارفين دلوقتي لو انا رحت رايت كليك كويكس الكونتنت وهاجي في اللوكال، انا كنت حملت قبل كده خامة التلج فانا محتاجها. هنزل تحت شوية، الخامة والشكل الطريق ده برضو هاخده، ناخد شكل الطريق ده. لو انا جيت دلوقتي ضغطت مرتين لازم اتاكد ان انا مفعله نانت وابلاي زي ما احنا شايفين كده، بحيث يبقى اعلى كواليتي ليه. وهرجع تاني لملف الشغل بتاعي، وهبدا بقى ان انا انشئ اللايتس العاديه. طبعا ظهر معايا دلوقتي الهيدرو دروب، ظهر معايا اهو تمام. في الاول هنختار الدايركشنال لايت ونفعل الموفابل، وهنروح نختار برضو تاني السكاي لايت ونفعل الموفابل، والريل تايم كابتشر والريزوليوشن هنخليه 512 بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنروح للفيجوال افكتس، هنروح سكاي اتموسفير وندوس في اي حته وكنترول ال، ونحرك بالماوس شكل الشمس في السماء بالشكل ده. بعد كده هنروح تاني ونختار فوليومتريك كلاود بالشكل ده، وهنروح بعد كده تاني برضو الفيجوال افكتس ونختار اكسبونشال هايت فوج عشان نفعل شكل الضباب بالشكل ده، وهنرجع تاني نختار البوست بروسيس في الاخر. وهنختار اول حاجة في السيرش نكتب انفينيتي عشان نفعل الانفينيتي اكستنت، وهنفعل الاكسبوجر المترنج مود، وهنفعل نختارها مانيوال، وهنفعل الاكسبوجر كومبنسيشن ل10، وهنرجع نعدل كده في شكل الشمس عن طريق كنترول ال افضل ضاغط وحرك بالماوس بالشكل ده. بعد كده هاجي اكتب اتموسفير، هفعل الكاست شادوز اون كلاودز والاتموسفير والكاست كلاود شادوز. زي ما احنا شايفين كده بتحس ان الايه الشادوز كثيف، يعني الاضاءه بتاعه الشمس مش مخترقه السحاب،
في الاماكن اللي تحتيها السحاب. هنروح برضو الفولدر البلاجنز عشان نغير شكل الكلاودز في السماء، فولومتريك كونتنت، وهنروح للسكاي والماتيريالز وهختار الخامة دي، وهروح هنا في الفولومتريك كلاود، هنزل عند الماتيريال وهدوس على الايقون دي. زي ما احنا شايفين كده شكل السحاب اتغير معايا في السماء. طبعا بقى اول حاجة هنروح نعمل لاندسكيب عادية خالص، كرييت زي ما احنا شايفين. طبعا يعني هنرجع تاني لقائمة سيلكت، واحد عيوب الكاست كلاود شادوز ان هو بيتقل لك شوية السين. ف هاجي الاول هنا في السينماتيك وانشئ كاميرا، واخد الكادر الاول اللي انا عايزه يطلع معايا في الفاينل. طبعا رايت كليك سناب اوبجكت فيو عشان ياخد نفس اللقطه اللي انا شايفها في البريفيو، و نطلع لفوق شويه في الفيلم باك، هنختار ال 16 ل 9 دي اس ال ار، وهنختار من هنا ال 30 ملم، وهنخش جوه كادر الكاميرا بالشكل ده. يعني تحركها كده شوية. ونبدأ ناخد الايقون دي في الفوكس ونحدد هنا علشان يبقى التركيز على اللي قدامي تحتي على طول، ومن كل ما تبعد كل ما يزيد معاك الـ depth of field. بعد كده هنيجي نختار اللايتس كلها كده وننزلها لتحت، وال فولومتر كلاود برضو نفس الكلام. طبعا ممكن اخفيهم بالجي، لكن انا ايه هكتفي ان انا انزلهم لتحت كده. نيجي ناخد الكادر ده، انا عايز شكل السحاب ده يبقى ظاهر معايا كده تمام. ونيجي برضو كنترول ال ونغير شكل الشمس، نخليها مثلا في الاتجاه ده كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده نخرج من الكاميرا و نخفي شكل السحاب عشان الدنيا تخف معايا شوية، وهخفي اللاندسكيب عشان الدنيا معايا تقيلة شوية. ف نرجع كده لورا شوية ونروح للكونتنت درور ونختار الكونتنت الرئيسية ميجا سكان، ونخش على 3 دي اسيتس، وهنروح نختار شكل الطريق بالشكل ده كده. طبعا نرفعه شوية كده عن اللاندسكيب، ونبدأ بقى ايه نظبط شكل الطريق. نختار كده الفوكس يبقى قدام، ونبدأ بقى ايه نظبطه كده الأول على الأرضية ونبعد، ونبدأ بقى ناخد كوبي وبيست عن طريق أسحب بختار الأوبجكت وأعمل ألت. بس طبعا لازم نظبط الأول نظبطهم مع بعض بالشكل ده، وتبدأ بقى تختار ألت وتسحب بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. بنعمل طريق طويل زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ونطلع كده لفوق شوية يعني بالشكل ده تمام. هنيجي بعد كده نختار او نظهر اللاندسكيب، هي كده موجودة هختارها بس، وهغير الماتيريال بتاعتها ان انا هروح لميجا سكان اروح على الخامة اختارها مرة واحدة، واروح لللاندسكيب ماتيريال وادوس على الايقون دي وظهرت لي بالشكل ده تمام. بعد كده اخرج من الكاميرا هنروح نختار لاندسكيب، ومن اداة السكلابت تمام هنخلي السترينث يعني نقلله شوية، خليه مثلا 5 من 100 أو 2 من 100، وهنخلي البرش مثلا 1000 أو 100، 100 صغيرة قوي، خليها مثلا 200. ونبدأ بقى إن احنا ايه نرسم
زي ما احنا شايفين كده، بشد بالماوس وافضل دايس ليفت كليك بحيث يعلي لي شويه حته الارض اللي ايه، لا يعني ممكن نزود نخليها 2 من 10، وزي ما احنا شايفين كده الطريق بدأ ايه على جنب الطريق كده كأن في تلج زي ما احنا شايفين كده. اسحب بالماوس ومن الناحية التانية برضو، زي ما احنا شايفين كده تمام. بعد كده نخش في الكاميرا، هنشوف طبعا ايه ان جانب الطريق عالي شوية معانا، ده اللي احنا عاوزينه. بعد كده هاجي اخرج من الكاميرا زي ما احنا شايفين كده، و نعلي تاني كده شوية الحتة دي بالشكل ده كده. نيجي بعد كده نعمل سموث، ننعم شوية التلج معانا، يبقى ايه برضو ما يبقاش الهضاب فيها بكسلة او فيها نتوءات مش واقعية، لا السموث برضو بينعم الدنيا شوية يعني زي ما احنا شايفين كده ايه الشكل ده كده تمام. بعد كده هنروح للفوليج، زي ما احنا شايفين كده الطريق نبعد لورا شوية كده وهنيجي في الكونتنت درور. في الكونتنت هنيجي على الاكزامبل كونتنت وهنخش في الوينتر، نخش في الميشز، هنخش في فولدر الفول، هنخش في اللو، وهاخد مثلا الكونسبت ده نسحبه في الفوليج. بعد كده هاجي هنا هخليه زي ما هو كده، بس ايه هعلم على اللاندسكيب بس عشان يبقى يعني يشتغل على اللاندسكيب بس فقط لا غير. وهاجي من البينت اختار السنجل. ايه الفرق بقى؟ ان السنجل هينشئ لي واحدة بس، يعني مجرد ما ادوس ليفت كليك ظهر لي واحدة. افضل بقى ادوس ليفت كليك كده في اي مكان انا عاوزه، بحيث عملت شجر على الجنبين زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده تمام. شكلها طبعا واقعي جدا. بعد كده خلاص مش محتاج الفوليج، هرجع للسيلكت زي ما احنا شايفين كده، حتى بيتحرك حركة الرياح بتحرك الورق بتاع الشجر. بعد كده هنسلك على كل الميشز اللي انا استخدمتها ونحطها في فولدر لوحدها، كرييت نيو فولدر ونسميه سنو رود. بالشكل ده. بعد كده هروح افعل الفلومتر كلاود، شكل السحاب زي ما احنا شايفين كده في السما، وبنيجي في الاكسبونشال هايت فوج وهننزل لتحت شوية عند السكيل ونزود السكيل خليه مثلا 10 هنروح نخفي الدايركشنال لايت تمام كده. طبعا ضلم معايا المشهد تماما لان ما بقاش فيه تقريبا اي مصادر اضاءة،
فهنروح بعد كده هنا في قائمة اللايتس وهنختار هيدرا دروب بلجن. تمام، ظهر معايا بالشكل ده طبعا، وبيحط لك ديفولت ماتيريال بتاعته زي ما احنا شايفين كده. فهخفي الاكسبونشال هايت فوج عشان ابقى شايف حدود الخامة بتاعتي فين. هنرجع لفوق شوية كده، وهنيجي هنا في الكونتنت درور، نرجع للكونتنت، بس الاول لازم اخد كوبي من ملف الهيدر اللي انا حملته. عشان ينزل معايا في الكونتنت زي ما احنا شايفين كده، كوبي. هنخش في الدوكيومنتس في الانريل انجن بروجكت على وركشوب 7 على كونتنت، وهنعمل بيست. زي ما احنا شايفين كده نزل معايا الملف، هقدر ان انا اعمل له بس امبورت، يبدأ يضيفه لي جوه المكتبة بتاعة المشروع بتاعي. تمام، بعد كده هنروح للكونتنت درور ونختار ملف الهيدر بتاعي، وهروح على الايكون بتاعت السهم دي وادوس بس مرة واحدة، وهنخلي الانتنستي 5.5، ممكن نخليها 1، ونروح للبوست بروسيس ونخفض في الاكسبوجر، الاكسبوجر كومبوزيشن نخليها مثلا 5 زي ما احنا شايفين كده. شكل السحاب بان معايا ازاي، بس طبعا اخر الطريق كده الشكل مش رياليتي، مش واقعي، في حاجة مش مظبوطة. في هنتدارك ده ازاي؟ فعل الاكسبونشال هايت فوج الاول. تمام، و هنروح نختار الميشز بتاعتي واللاندسكيب اللي هي السنو رود، فولدر السنو رود. اسلك على اول واحدة وشيفت وادوس تاني كده، انا سلكت على الطريق واللاندسكيب كلهم. وهروح برضو اختار الفوليدج عن طريق ان انا اختار ادوس على الشجر، بس هسحب الاول اللاندسكيب جوه الفولدر بالشكل ده، سلك عليهم تاني. تمام، وابدا ارفع شويه الرود واللاندسكيب لفوق شويه زي ما احنا شايفين، ابدا ارفعهم تاني لفوق شويه زي ما احنا شايفين كده. ليه؟ علشان خاطر اتدرج الحد الفاصل اللي شكله مش مظبوط في الخامه، يعني طبعا انتوا عارفين الخامه دي الهيدرو دروب ده عامل زي دوم، يعني بيبقى حاجه مقفوله كده فليها خط قاعده، فلازم برضو ايه نرفع شويه المشز دي عن الخط النهائي من الهيدرو دروب عشان يبقى ظاهر معايا الشكل مظبوط زي ما احنا شايفين كده. انا رفعت شويه المشز او الاسيتس اللي عندي علشان ايه تبقى باينه ان هي خابطه مع السحاب على طول، او ما يبقاش باين حد لنهايه الطريق يعني. طبعا حسب رؤيتك انت للمشهد يعني، انا بس ايه انا بتكلم على الكونسبت اللي انا بنفذه دلوقتي. فهنيجي مثلا في الاكسبونشال هايت فوج، وهنيجي مثلا العشرة هنا، لا يعني ممكن نزودها شويه نخليها مثلا 20 زي ما احنا شايفين كده، ايه 30، بحيث تبقى ايه كأن في عاصفة ثلجية كده هناك، أو الدنيا يعني الأجواء الشتوية الشديدة زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. بعد كده دوست حرف الجي عشان بس أخفي أي عنصر موجود من العناصر اللي هي خاصة بالإضاءة أو الهيدر دروب. وزي ما احنا شايفين كده هنروح نعلم على كل مصادر الإضاءة ونعمل move to ونسميها lighting بالشكل ده كده. يعتبر انا خلصت، هبدأ بقى ايه عملية الريندر.
بس الاول هنروح اخفي الهيدرو دروب وافعل السكاي لايت والفولومتريك كلاود وهفعل الدايركشنال لايت تمام، وهبدأ بقى اروح للبوست بروسيس عشان ازود الاكسبوجر كومبوزيشن اللي احنا كنا قللناها. هنروح مثلا هنا نكتب الاول اكسبوجر ونخلي الخمسة دي مثلا 9 زي ما احنا شايفين كده، كأن ايه الشمس طالعه بس الضباب او بتاع الشبوره نغطي على ضوء الشمس شويه فشكله جميل جدا تمام زي ما احنا شايفين كده. نبدأ بعد كده نروح نعمل ريندر، نخلي الأول 87 نخليها 90 مثلا، الكواليتي بتاعت السكرين بتاعتي طبعا كل ما زودت القيمة دي الريزوليوشن بتاع المشهد بتاعك بيبقى أفضل. بعد كده الهاي ريزوليوشن سكرين شوت هنخليه مثلا 2 ونختار كابتشر السكاي لايت والفولومتريك كلاود. ونروح نفعل الهيدرد دروب ونروح للبوست بروسيس ونخلي 9 نرجعها تاني 5 أو 4 مثلا، خليها 5 أفضل تمام بالشكل ده. وهنروح نعمل ريندر تاني، نختار 2 وندوس كابتشر. تمام كده بعد ما خلصنا ده السكرين شوت الاخير، ده مره بالشمس ومره بالهيدر دروب، وده الفرق ما بينهم. وان شاء الله يا رب اكون وفقت محاضره النهارده، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.